بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم، جمهورنا المميز، نتواصل معاكم ونحن دائما نتواصل مع هذه الانطلاقات الجميلة والمميزة هنا في هذا الميدان. والشجاع مع التوقيت تقريبا الأفضل حتى هذه اللحظات. خميس بن محمد بن كراز المهيري، سلام يا بن كراز على أداء الشجاع هنا في أرضية هذا الميدان. وبنقول شوطنا الثالث عشر خصص للإبكار المحليات الأصايل ما شاء الله. دوما سعيد محمد بن أحمد إبراهيم، النقلة ثاني المراكز، سرابة لمنصور بن عيسى بن محمد الخيلي. انتقل وياكم الى المركز الثالث، مصيحة لسيد حسين بن جروان بن عابد. وفي المركز الرابع هناك الشاهري لمحمد بن سيف بن حسين، بينما اللي في المركز الخامس هناك من الجانب الثاني ايضا بنقول حشيمة محمد بن عبد الله بن علي بن واس. وفي المركز السادس سالم بن سلطان بن محمد بن واس مع الشاهينية. وسابع المراكز من تاتي ناصي لأحمد بن محمد بن كراز المهيري شعار الشجاع. وتاسع المراكز هناك تصريح لحميد بن راشد لغويس. وفي المركز العاشر من تاتي في هذه اللحظات سلهود بنقول لعلي بن ظاهر بن يمعه المهيري. التواصل مستمعينا مستمر في هذا الانطلاق، التواصل مستمر حقيقة في هذه الأجواء الجميلة والمميزة. ونتمنى إن شاء الله كل التوفيق وكل الناموس للأخوة المشاركين والحاضرين هنا في هذا اليوم الجميل، في هذا العرس الجميل، في هذا الانطلاق التمهيدي. ودوما دوما دوما في المركز الأول مسيطرة ما شاء الله دوما على مقدمة هذا شوط. سعيد محمد بن أحمد إبراهيم هو مالك ومضمر ومتابع كل تحركات دوما. نقل على الذهبة لأحمد بن محمد بن أحليس ثاني المراكز، والتصريح ثالثا لحميد بن راشد على غويص. المركز الرابع بنقول حشيم محمد بن عبد الله بن علي بن واس حاضر برابع المراكز. وفي المركز الخامس البارع لراشد بن خلف المطر بن علوان. وهناك بن كراز ايضا حاضر، احمد بن محمد بن كراز المهيري مع ناصيه على السابع المراكز. وفي المركز الثامن سلهود لعلي بن ظاهر بن يمعه المهيري. وثامن المراكز علي احمد بن عبد الله بن حمد بن هلي. وفي المركز التاسع هناك من الجانب الثاني شعار مهمه لمحمد بن دغاش بن حمد العامري. وفي المركز العاشر مستفزه لحمد بن محمد الأغويس. هكذا أيها الأخوة مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم، جمهورنا المميز حاضرا ومتابعا لهذه الانطلاقات الجميلة، لهذه الانطلاقات المميزة. دوما في المركز الأول وسيطرة الشوط مع دوما حتى هذه اللحظات الجميلة، حتى هذه اللحظات المميزة ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الأداء الجميل اللي تقدمه هجن أبناء القبائل هنا في أرضية هذا الميدان. دوما سعيد بن محمد بن أحمد إبراهيم مسيطرا على هذا الانطلاق الجميل، على هذا الانطلاق المميز لثاني المراكز. هناك البارع ملكية للسيد راشد بن خلف مطر بن علوان. وفي المركز الثالث اللي في المركز الثالث من تأتي شوق لحمد بن خليفة بن حمد بن شاهين المرر. وفي المركز الرابع هناك من تأتي ناصي لأحمد بن محمد بن كراز المهيري. وفي المركز الخامس حشيمة لمحمد بن عبد الله بن علي بن واس. خمسة مراكز ضعناها عليكم، وهناك أسامي جميلة ومثيرة ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الانطلاق الجميل والمميز. يلا يا أبو إبراهيم، بن كراز الحميري وبن واس أيضا حاضر مع هذه
مع هذا الانطلاق الله بدا الجد بدا الجد وبدا العد التنازلي. دوما سعيد محمد بن احمد ابراهيم في المركز الاول، هناك حشيمه محمد بن عبد الله بن علي بونواس ايضا حاضر، بن كراز نعناصي احمد بن محمد بن كراز مهيري المركز الرابع، هناك الذهيب احمد بن حمد بن حليس. هكذا كانت النتيجة. الموقف خطير، الموقف خطير، من سوف يبدأ بالأوامر؟ دوما 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 مسيطرة، ولكن على التغيير مع الذهيب حشيمة. اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة، اللحظات الجميلة هنا في هذا الانطلاق الجميل. سلام يا أبو نواس مع حشيمة السيد محمد بن عبد الله بن علي بن واسع. نتيجة المراكز فتحناها عليكم بالتمام. دوما سيد محمد بن إبراهيم المركز الثالث، شعار أحمد محمد بن عليس المركز الرابع، محمد شعار علي بن ظاهر المهيري المركز الخامس، شعار محمد بن دقاش العامري. 6 دقائق 12 ثانية و7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس.